مرحبا وأهلا وسهلا بك المسؤول الرقمي. جميع تحدث عن الرقمية، برأيك ما هي القيمة المضافة التي يعطيها المؤتمر العالمي للجوال إلى العالم الرقمي؟ هذا العام الوضع مختلف، لدينا الكثير من الحالات العملية الملموسة، فبات بإمكان العملاء والمشغلين أخذ التقنيات وتطبيقها في مؤسساتهم. هذا لم يعد فقط موضوعا نتحدث عنه، بل بات حقيقة نعيشها. إذا ما زرتنا في منصتنا في المعرض ستلاحظين كيف نستخدم تقنية DSS لتمكين المدينة الذكية. هذا أحد الأمثلة، لدينا الكثير من الأمثلة الأخرى في إنترنت الأشياء وفي التقنيات الرقمية، العملاء سيستفيدون كثيرا. هذا ما يتم عرضه في المؤتمر العالمي للجوال، ولكن ما رأيك بحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج؟ تطورات كثيرة حاصلة بسرعات مختلفة، ولكن هل تعتقد بالفعل أننا أمام اتجاه حقيقي نحو التحول إلى كل ما هو رقمي؟ ولكن هذا التحول بطيء برأيي. وجهة نظري مختلفة، فيمكنني أن أؤكد لك كونني أعمل في دبي. نحن نشهد الكثير من الابتكار في العالم الرقمي، وأن الحكومة تعزز كل ما هو رقمي. المسألة ليست فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضا دول أخرى في منطقة الخليج يفعلون الأمر ذاته. نحن نعرف أن الإمارات العربية المتحدة هي رائدة في مجال تطبيق تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وخلق هذه الخبرة الرقمية داخل المجتمع. أنا أعتبر شخصيا بأن منطقتنا اليوم، منطقة الخليج على وجه الأخص، هي الرائدة، هي تقودنا في هذا الطريق نحو الرقمية، ينقلون التجربة الرقمية لتصبح واقعا. ماذا عن مشغلي الجوال؟ مشغلي الجوال يرغبون بمعرفة كيف سوف يحققون الأرباح من كل هذا. هذا يعتبر تحدي لمشغلي الشبكات، كيف سيقومون بذلك؟ هذا ما حصل مع الـ 3G والـ 4G، فنحن نذكر كيف أن فيسبوك وجوجل كلها قد أعطت هذه القيمة النقدية لـ 3G والـ 4G وليس الشبكة. عندما نتحدث عن الـ 5G فهي تعطي الجميع الفرصة للقيام بالأمور بالطريقة الصحيحة. إنترنت الأشياء والـ 5G يأتيان بالتواصل مع بعضهما البعض. الـ 5G لا تعني فقط زيادة في السرعة والقدرة، بل هي كيفية الاستخدام. ما يمكننا القيام بهذه التقنية على سبيل المثال القدرة على التواصل، بالإضافة إلى التمكن من خلق المزيد من الفرص في مجال قطاع الزراعة، في الافتراض أو الواقع الافتراضي، السيارات الذاتية، القيادة. لدينا الكثير من الاحتمالات لنربط إنترنت الأشياء من خلال الـ 5G. الأهم هو خلق هذه المنظومة الرقمية، المنظومة البيئية الرقمية، التي سوف تسمح للمجتمع بأن يستفيد بالطبع من كل ما هو رقمي. ولابد على كل المتعاونين أن يقوموا بإدخال الرقمية إلى الاستخدام الداخلي في المؤسسات. إذن التحول الرقمي داخليا، ومن ثم التمكن من جعل كافة الخدمات رقمية. برأيك عندما نتحدث عن الـ 5G، أي منطقة في العالم أو أي دولة برأيك ستكون الرائدة في هذا المجال والأولى؟ هذا سؤال مهم تطرحينه. لا نريد المراهنة، ولكن نلاحظ بأن اليابان وكوريا متقدمتان جدا، فمع الألعاب الأولمبية البعض يراهن بأن كوريا أو اليابان قد تحتل المرتبة الأولى. لابد أيضا أن نذكر الحركة الكبيرة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اليابان تجري الكثير من المحاولات أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى محاولات كبيرة في منطقة الخليج. ونحن نعتبر أنه بحلول نهاية 2019 سوف نشهد استخداما لتقنية الـ 5G في كافة الأجهزة. ما زلنا بانتظار الأجهزة. نعم، أجهزة الـ 5G غير موجودة بعد دون أدنى شك. أولا علينا أن نجهز البنية التحتية. أيها تأتي قبل، الأجهزة أو الـ 5G؟ كما ذكرت، من المهم جدا أن نقوم بإنشاء البنية التحتية لتقنية الـ 5G، فلا يمكننا أن نقوم باتصال عبر الـ 5G إلا من خلال تأسيس هذه البنية التحتية. أولا البنية التحتية، بعدها تأتي الأجهزة. بشكل عام بنهاية عام 2019 الأجهزة أي الهواتف الذكية كلها ستكون متوفرة.